لكي يختم للإنسان في رمضان بالخير يهتم بالعشر الأواخر. هذا السبب الأول. نعم. والسبب الثاني أن هذه العشر الأواخر هي مظنة ليلة القدر. يعني ليلة القدر محتملة في الشهر كله، بل هناك بعض العلماء قال محتملة في السنة كلها، ولكن الراجح طبعا والصحيح إنها في رمضان، لأن القرآن قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعرفنا من هذا إنها في رمضان. وجاءت في أحاديث صحيحة إنه يعني شهر فيه ليلة القدر وهو خير، وهي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم إلى آخره. فدل القرآن ودلت الأحاديث الصحيحة على أن ليلة القدر في رمضان، وممكن تكون في رمضان كله، ولكنها أرجى ما تكون في العشر الأواخر. وقد جاء فيها أحاديث عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يعني في كل العشر الأواخر ولا في الوتر منها؟ في في أحاديث قالت في العشر الأواخر، وأحاديث قالت في الوتر، إنما الوتر يا ترى من البداية ولا من النهاية؟ يعني قال في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، الله تبقى يعني من الآخر، ويا ترى الآخر ده الشهر يعني كامل ولا ناقص؟ وبعدين كثيرا ما يختلف المسلمون في بداية الشهر، فقد تكون الليلة اللي هي 21 هنا 22 في اليمن مثلا وفي ليبيا. يعني السنة دي احنا مطمئنين ان شاء الله لانه رمضان شبه اجماع، يعني في شبه اجماع ومتفق مع الفلك ومع الرؤى الجمهور الاسلامي، يعني ان شاء الله. ولذلك فالاولى ان الانسان هو قال التمسوها في العشر الاخر وفي الاوتار، أليس ان الله وتر يحب الايه الوتر. فمن اجل هذا نلتمس العشر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ونأخذها وترها وزوجيها، لأنها كلها عشرة أيام أو تسعة أيام، وليس هناك إجماع على ليلة معينة. يعني اشتهر عند المسلمين مثلا إنه ليلة القدر هي في 27 من رمضان، يعني هو قول ابن عباس وأبي بن كعب وابن عمر رضي الله عنهم، ولكن ليس هناك إجماع. ابن الحافظ ابن حجر يعني في فتح الباري ذكر أنه 39 قولا في ليلة القدر، يعني اللي قال ليلة 21 واللي قال ليلة 23 واللي 25 واللي 27 واللي قال لا تتعين واللي قال تتنقل واللي قال طول السنة واللي قال، يعني أقوالا عدة. فالحزم والاحتياط إن الواحد يعبد عشر ليالي بدل ما يقعد يتكلم في الكلام الفارغ، يعني يبدأ في يعني وهذا المفهوم من لسانه بذكر الله، وهذا المفهوم من ظاهر الحديث، ويشغل بدنه بعمل الخيرات. نعم، هذا المفهوم من ظاهر الحديث أنه في العشر الأواخر، حديث عائشة الذي أشرت إليه أنه كان يشد مئزره طيلة العشر. نعم، يعني لم يكن يحدث صلى الله عليه وسلم. لا، وقعت عليه الصلاة التمسوها في العشر الأواخر، وقال إني خرجت لأخبركم بها فوجدت فلانا وفلانا يتلاحان في المسجد، اثنين يتشاجران في قال فرفعت، يعني رفعت من قلبي، يعني بشؤم هذا الخلاف والشجار نسي النبي عليه السلام، فيعني لعل في هذا خيرا. فقال فالتمسوها في العشر الأواخر، وبعض الأحاديث التمسوها في السبع الأواخر، يعني أيضا السبع الأواخر أرجى من العشر الأواخر. وده متفق مع حكمة الله إنه لم يبين لنا أي ليلة هي، لأنه الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا بالضبط يعني الصلاة الوسطى، يعني التي نبه على خصوصيتها، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. جاءت أحاديث أكثر من أحاديث وأكثر من قول، ساعة الإجابة
يعني يوم الجمعة أي ساعة هي، أيضا خلاف كثير في هذه الساعة. الاسم الأعظم من الأسماء الحسنى الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. لماذا؟ لنسأل الله بأسمائه كلها، ولنسأل الله ندعو الله يوم الجمعة في ساعات الجمعة كلها. أخفى عنا العمر، لا نعرف متى نموت ولا بأي أرض نموت، ولا ليظل الإنسان يعني مشتغلا بالطاعة، يعني بعيدا عن المعصية، حذرا من الموت في أي لحظة. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فيظل الإنسان يعني خائفا ومترقبا ومشمرا. فهكذا أخفى الله عنا أشياء مهمة لم يكن من الحكمة أن يعرفها لنا. فلو قال لنا يا ريت 27 نفضل كسلانين بقى طول الشهر، ونجري 27 ناخدها كلها طاعة، أو ليلة 21. يعني بعض العلماء يرون يا ريت 21، وهو سيدنا أبو سعيد الخدري من الصحابة، هو ما يعني كأنه هو الذي يميل إليه البخاري، وأظن إخواننا في عمان يحتفلون بليلة القدر في ليلة 21. ولذلك أنا أفضل يعني من زمان جعلت منهجي أني أتحدث عن ليلة القدر في ليلة 21 من رمضان، أو أول العشر الأواخر. لأن إذا تحدثنا عنها في ليلة 27 يبقى فات يعني 6 ليالي يعني قبل هذا، خسارة محتمل تكون فيهم. فالأحوط أننا نبدأ نتكلم عن ليلة القدر وننبه الناس على فضلها وعلى منزلتها من بداية العشر الأواخر. يعني كان ممكن إحنا نتكلم عنها مثل في الحلقة القادمة، وهتكون ليلة يعني 27 تقريبا، يعني قريبا لي 26 لي 26. فإنما أنا رأيت إن أولى أن إحنا ننبه الناس يعني من بداية أو من قبيل بداية العشر الأواخر، حتى يعني يشمروا فعلا أو يشدوا المئزر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال هذه العشر والتماس ليلة القدر فيها، وهي خير من 1000 شهر. طب تسمح